حياتي اليوم؟ ما صحة الدراسات التي تشير إلى أن التوتر قد يكون سبب من أسباب آلام المفاصل والعظام؟ مدربة اليوغا نورة الوايلي في ضيافة سيدتي. فارس الأحلام ما بين الخيال والواقع. حبة حبة يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبة. أهلا وسهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سيدتي، المتابعة خلالها الكثير من الفقرات المتنوعة الاجتماعية والفنية والثقافية. مساء الخير بنات. مساء النور. طبعا كل الدنيا الآن يعني الكل زعلان ومتضايق ومتأثر بوفاة الفنانة شادية رحمة الله عليها. فنانة شادية لقبت بدلوعة السينما المصرية وتوفت بعد صراع طويل مع المرض. طبعا زي ما نعرف الفنانة شادية لها رصيد كبير جدا من الأفلام وشكلت ثنائيات كثير مع الفنان كمال الشناوي وعبد الحليم حافظ كمان. واللي طبعا لازم اللي المعروف انه الفنانه شادية كانت متزوجه الفنان عماد حمدي والفنان صلاح ذو الفقار وما انجبت اطفال، وفضل الموضوع ده من الاشياء اللي مأثره فيها نفسيا انه هي ما خلفت اطفال. عشان كده كانت في الفتره الاخيره من حياتها اغلب وقتها كانت بتقضيه في دور الرعايه للاطفال وترعى الايتام، لانه فضل عندها زي غصه في قلبها انه هي ما أنجبت أطفال. هي مو بس يعني شاركت في أفلام، كمان شاركت في كثير من المسرحيات وكانت دائما أدوارها تتميز بأنها الدلوعة. طبعا أهم مسرحية شاركت فيه اللي هي مسرحية ريا وسكينة. مع الفنانة سهير البابلي وعبد المنعم مدبول الله يرحمه، وبرضو نجيب محفوظ كانت من الفنانات المفضلات عنده. ألف لها أو ألف رواية اللص والكلاب وكانت هي البطلة فيها. واعتزلت بدري لأنه ما حبت تعتزل الفن بعد ما كبرت في السن، زي ما يقولوا في أرذل العمر. بالضبط يعني صحيح. اعتزلت في عز مجدها وفي عز ما كانت الأضواء مسلطة عليها لأنها ما حبت أن هي تهمش. توفت عمرها 86 سنة، ألف رحمة ونور تنزل عليها. طيب إيش في كمان معنا أخبار ريم؟ خلينا نطلع نشوف التقرير عن شادية في التقرير التالي. فاطمة أحمد شاكر والتي لقبها محبيها بشادية فارقت الحياة أمس بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما. شكل خبر وفاتها صدمة، فشادية كانت الأقرب إلى قلوب المصريين بصوتها وأدوارها التي لامست قلوب محبيها. على مدى 40 عاما قدمت شادية ما يقارب 112 فيلما حاكت من خلالها قصصا مصرية جعلت منها معبودة الجماهير. اعتزالها الفن وابتعادها عن الأضواء إلا أن جمهورها ظل وفيا لها لأن أغانيها تلامس حالات كثيرة وأعمالها ستظل خالدة في قلوبنا. ويا سلام على حبنا لها وعلى حبها لحبيبتنا مصر. وداعا شادية وداعا معبودة الجماهير. يلموني وأنا بستناك كنت بعيد والفكر معاك وحشني وخصامه كمان حيشني اكمنه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني
كلمت سمعت حس وقفلت السكة تاني تاني ما فيش غيره ليا وما فيش غيري له أهو حبيبة خطيبة حبيبي لسه قدامنا ليالي ألف ليلة وليلة من الصبحية وأنا في الشباك مستنية تهل عليا ويهل هواك من الصبحية من الصبحية وكلام أحلى كلام من بعد ما قالوا محلا جيت يا هنايا وجيه ويايا ضيفك من المدرسة للبيت. إذن الله يرحم الفنانة الكبيرة شادية دلوعة الشاشة المصرية من جد اللي غنت عن الأم وعن الحب وعن الحياة يعني عن الوطن وعن الوطن أكيد يعني فأكيد حتبقى شادية في قلوب كل محبيها في الوطن العربي يعني ورمز من رموز السينما المصرية طبعا يعني رغم من إنها رموز الجمال صحيح يعني رغم إنها اعتزلت من مدة طويلة إلا إنه ما زالت أغانيها دائما الواحد بيحب يسمعها ويشوف مسلسل عفوا افلامها ومسرحياتها وما شاء الله يعني كانت فعلا فنانه شامله يعني كوميديا كانت مبدعه فيها رومانسيات كانت مبدعه فيها صوتها حلو يعني كانت فعلا فنانه شامله كان لها فيلم برضه لا تسالني من انا هذا كان من ضمن الافلام طبعا انا لاني انا احب اتفرج افلام ابيض واسود وشادية كانت برضه من ضمن الفنانات اللي انا كنت احب اشوف افلامها فعلا كان لها افلام حلوه وكان اخر فيلم لها اللي هو مع يسرى مع ومديحه لا تسالني من انا مديحه يسري هو ده كان رائع يعني ف طبعا كانت قبل ما تتوفى عايشه في المدينه احد يعرف المعلومه دي انا ما اعرف المعلومه هذه صريحه صراحه يعني عاشت في المدينه كانت عايشه صح مده اعتزلت وعاشت فتره في المدينه كانت حابه ان هي تسخر كل وقتها انه يعني تزهد زي ما يقولوا نص عمرها فعليا يقال انه نص عمرها كانت شبه زاهده فيه اعتزلت كل حاجه وعاشت في المدينه لين قبل ما تتوفى الله يرحمها الله يرحمها طيب خلينا نبدأ جولة في أخبار سيدتي معنا خبر يقول أنه أكد مجلس الشورى اليوم أن توصية تمكين المرأة من مناصب قيادية في سفارات المملكة لم تحز على عدد الأصوات المطلوب لتصبح قرارا من المجلس بفارق صوت واحد بس وقال المجلس أن عدد من أعضاء المجلس أيد توصية لجنة الشؤون الخارجية اللي تخص تمكين المرأة من مناصب قيادية في سفارات المملكة ولكن التوصية لم تحز على عدد الأصوات المطلوبة لتصبح قرارا من المجلس بفارق صوت واحد أيضا ريم لازم نذكر أنه سبق للمجلس أن أصدر قرارات تدعم نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية لكن للأسف يعني يعني تخيل صوت واحد كيف صوت واحد يعني انا هذا اللي يعني احنا بنشوف انه المراه السعوديه موجوده في سفارات المملكه في الخارج في كل العالم يمكن واحده من زميلتنا كمان صحيح. ما شاء الله دبلوماسيه هناك ايش الغريب في الموضوع ليش يعني واحنا اصلا بندعو لتمكين المراه ومع رؤيه 2030 يعني انا اعتقد انه من هو هذا الشخص الصوت الواحد اللي حيخرب الموضوع يعني فاعتقد انه لازم يعاد نظر في هذا الموضوع مره ثانيه ويطرح يعني من جديد اقول لك اتوقع اعضاء مجلس الشورى كم 150 يعني مثلا 149 موافقين هذا الشخص الحال وقال لا يعني لا صوت واحد يعني مثلا هنا 49 هنا 50 واحد صوت كان فارق في الموضوع يعني الله يسامحه لكن ما هو يعني بشيء مستحيل يعني ما تعرف يمكن هذه المره ما زبطت انما لما يعاد نظر زي ما قلت او انه يكون في تصويت مره ثانيه ربما صح انها تتسرع استنى عليها ست شهور اقل صحيح بس ما ابغى اقول لك سنه بس استنى عليها شويه ما عاد صرنا نستغرب اي حاجه يعني خصوصا من انه تكون موضوع يخص المراه وبنشوف انه المراه قادره تثبت نفسها وبجداره في كثير من المناصب سواء كانت اداريه او قياديه. حلو ان شاء الله دي المره المراه تصير حيناقشوا الموضوع وان شاء الله المراه تصير سفيره أكيد. بعد فتره يناقشوا الموضوع ان شاء الله المراه تصير وزيره إن شاء الله. ليش لا؟ اكيد صحيح جميل طيب والى هرجه سيدتي احنا طبعا ما هرجنا ما انا بقول في شيء ناقص اليوم يعني بستنى الهرجه منك هو الهرجه كان المفروض دائما احنا متعودين بعد الترحيب لكن عشان خبر وفاه دلوعه الشاشه السيده شادي رحمه الله عليها فاحنا قررنا نخلي الهرجه
في الاخير. فقلتي عن ايش حابه تهرجي؟ الهرجه انه في والله هرجتنا برضو عن المعارضين برضو عن المعارضين، ما زلنا في نطاق المعارضين والمؤيدين. تقريبا نعم كل الاراء تصير ما بين مؤيد ومعارض، لكن انه في هاشتاج طلع انه هو نعم للجاكيت فوق العبايه. يعني يمكن الشتاء دخل علينا، ويمكن البنات انه ما راح ما يهم هاممهم المنظر قد ما هو هاممهم ان انا ابغى الدفه. انا اللي اعرفه بس يعني في حاجه ترى الناس نظام بتلبس جاكيت، وانا هذا اللي بقوله. بس يمكن انتقادات لا الناس لا يوصل ترند، لا هو يمكن انتقادات الناس في الموضوع انه والفاشن بوليس والتريقه زي ما احنا شايفين هنا، يعني انه بيلبسوا بعض الناس يشوفوها مش حلوه. والله انا عن نفسي انا بلبس الفروه فوق العبايه يعني، بس ما عندي مشكله. انا شايفه فيها شيء يعني هو زي ما احنا شايفين الصور بنلبس الجاكيت، يعني صعب انك يعني تلبس جاكيت باف منفوخ فوق تحت العبايه. ايوه طبعا اكيد حيكون فوق العبايه طبعا. يعني انا اشوف انه هو ساتر، لكن لما تقراي التعليقات عبر تويتر بتشوف ان الناس متخوفه انه يعني يكون هذه بدايه دعوه انه الوحده تتخلى من عن العبايه. وما اتوقع يعني انا من 2006 كنت اشوف البنات في جده بيلبسوا عبايات بتكون شوي نوعا ما قصيره بحيث تكون اي بالضبط تكون عمليه. وانا ما اتوقع انه يعني هذا الشيء ممكن يخلي الوحده تتخلى عن العبايه في الاخر يعني. بس يمكن كمان دحين العبايات صار فيها تصاميم وتطورت ودخل فيها الاقمشه السميكه للشتاء، في عبايات شتويه، ففي عبايات شتويه يمكن زمان شتوية. ما كانت الاختيارات موجوده يعني. بس الان صار في فتح في اختيار العبايه. هو رؤى انت كنت عفوا بس عشان لا تساليني اذا كان اتيكيت ولا لا. لا 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 نهائيا مش على الاتيكيت، بالعكس انا اشوفها حريه شخصيه يعني كل واحد حر. تبغى تلبس الجاكيت فوق الجاكيت فوق العبايه، تبغى تلبس العبايه فوق زي يلبسوا الكوت فوق التوب. يعني انا اشوف انه يعني اتس فري كانتري على قولتهم يعني هذا بلد حر. بس كنت بتقولي انه الناس طلعوا الترند على اساس ايش توقعتي انه؟ لا مش انا توقعت، بقول لما تقرا التعليقات طبعا احنا كالعاده في كثير من الناس يحبوا اول شيء يدخلوا على النوايا ويقولوا لك انه ايش المغزى من هذا الموضوع، انه ممكن يفسخ العبايه بعدين، انه هذا يعني دعوه انه الوحده ممكن تتحرر من العبايه بعد مده من الزمن لما هي تلبس الجاكيت، مع انه من سنين هم بيلبسوا سواء كان شال او جاكيتات او ما زالوا. بس في حاجه يعني النساء يلبسوا عبايات يعني مش هو يعني سبق انه اكيد انتم عارفينها، مش شيء جديد اني هقوله عليكم والمشاهدين كمان. المحجبه لما بتسافر بتفضل بحجابها صح؟ تمام. اللي لابسه عبايه وهي مقتنعه بالعبايه وتبغى تقعد بعبايتها ونقابها لما بتسافر بتجلس فيه بالعبايه. اللي مش محجبه كمان بتسوي نفس الشيء برا، فهي في الاخير زي ما قلت لك في الاول هي حريه شخصيه، كل واحده حره يعني سواء كانت التعليقات سلبيه او ايجابيه، فهذا في الاخير شيء راجع للشخص وراجع لانت يا اخي قد ايه قريب من ربك، انت شايف انه العبايه هي ساتره خلاص العبايه ساتره معناتها تلبس عبايه. انا للاسف عبير في ناس يعني في ناس انا ما اعمم بس في ناس للاسف ماخذين الدين عاده وليس عباده. شوفي انا اقول لك حاجه بس يعني تعليقا على كلامي، انا بعلق على نفسي انا لست فاضله. طيب لازم يعني حاجه مهمه انا بقول هذا الشيء بس عشان الناس تعرف اوكي انا طالعه على التلفزيون بدون حجاب لاني انا مش محجبه يعني بشكل عام، لكن الناس اللي بتعلق التعليقات اللي هو انتوا تبغوا تلاقوا حجه عشان تفسخوا العبايه انتوا مش عارفه. والله انا زي ما قالت ريما الموضوع مو حجه افسخ عبايه قد ما انا ابغى الدفه واطلع لدرجه انه حتى ما بيهمني شكلي كيف بيكون. انا ابغى اشوفك انت يا رؤى الان لما يبدا البرد الجامد برد الرياضي يجي بشوف ايش حتعملي. ما انا ليش اروح للالوان المحايده، اقدر ادخل اي حاجه في كل حاجه، البس الاسود على الابيض فاموري تمشي تمام. لسه تو البرد يقول يا هادي. طب انت يا عبير عاده كيف تتعاملي في الشتاء؟ يعني هل بتشتري عبايه شتويه او انك بتلبسي شال فوق العبايه؟ عبايتي نفسها، جاكيتي فوق عبايتي وما حد له علي، واصلا احيانا اكون لابسه هذا البلوفر عارفه اللي انا بلبسه اوقات هنا الهودي. ايوه بالضبط، اطلع الهودي من العبايه الله وامشي واحيانا احط الهودي فوق عادي. بس رده فعل الناس عاديه يا ما ليش عمره احد اصلا علي يعني من الناس مش على الناس مني. أنا لا 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 ترى صدقيني احد علق يعني قد ما بتخرجي ايش ما تكوني لابسه ما عمري سمعت صح. لا هو شوفي هو ياخذوها اخذوها على انها طقطقه، حتى الشتاء اللي راح صار نفس الحكايه انه اوكي دخلنا على الشتاء بلاش حركه العباء الجاكيت اللي فوق العبايه بلاش ما ادري ايه. والله ابغى الدفه والله يا ابويا برد يعني. والله هي العبايات الشتويه انا اشوف صراحه في دحين مصممات سعوديات بيصمموا عبايات شتويه قمه في الروعه، عبايه شتويه مرتبه طويله
هذا لو هنتكلم عن اذا تبغي الاتيكيت يعني اذا مره انا صراحه ترى كمان ممكن تلاقي العبايه تطورت صارت من جد شتويه فعلا فيها هودي فيها مثلا كراوي ممكن اختصر. والله انا اهو شفت اديتك فكره عبايه طبعا بصري هذا كله البس من جوا ودفي نفسك خلاص يعني مو لا بس روعة احيانا مثلا تكوني طالعه من بيت لبيت او من بيت لمثلا مطعم ما حتقدر انك انت مثلا تدفي من جوا تلبسي أيوة مثلا كم طبقه تضطر انك انت تفصل يعني. صحيح مثلا زي كذا يا بنت الحلال حطي فيكس حط الدهني انا عندي سؤال للرجال اللي زعلانين من ذا الموضوع انت مو بتلبس كوت فوق فوق التوب فوق العب وبتخرب شكل التوب والبرستيج والشماغ طبعا اوه عاد لو تشوفي في ناس بيلبس او كلكم اللي يلبس جاكيت البدله فوق التوب وهو كوت شابوه يعني لا تتريقوا علينا عشان احنا كمان لا نطقطق عليكم يعني ما اشوف والله انه يعني موضوع يستاهل الشباب ايوه ريلاكس يا جماعه الخير اهم شيء الدفى اهم شيء للدفى يعني هذا اهم شيء ما الغريب انه هذا الهاشتاج صار ترند في تويتر ما انا هذا اللي مستغربه منه انه هل لهالدرجه الموضوع ملفت انه يصير يوصل ترند بس انت عارفه الان يا رؤى اي حاجه يعني الواحد يقدر يكتبها وتصير ترند اي شيء الان الناس ممكن تشارك حتى مواضيع تافهه او عاديه يعني انه ويوصلوها ترند يعني تعالوا نعمل هذا هو السوشيال ميديا تعالوا نعمل ترند هنسوي ترند نعم للعباية الهودي بالضبط هذه ان شاء الله هذه اليوم حنشتغل عليها انا وانت طيب مشاهدينا احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي أو أسمر طويل وذو عيون ذباحة وعضلات مفتولة هذه هي مواصفات فارس أحلام كل فتاة مقبلة على الزواج تأتي ليلة الزواج وتأتي معها الصدمة لتجد رجلا لا يتوافق مع المعايير المطلوبة ويأتي معه كهدية صوت شخير قوي فهل فارس الأحلام حقا موجود أم أنها خرافة تعيشها كل شابة؟ يعني مهما يكون ورجعنا لكم مشاهدينا ما بين فارس الأحلام ما بين الخيال والواقع طبعا كلنا خيالاتنا واسعة. يعني مرة واسعة وكسرنا السقف يعني حكمنا كل واحدة فينا كان عندها خيال فارس أحلامها طالما يعني أنه هو خيال سكاي ذا ليميت في الآخر على قولة شادي فارس أحلامي حبيب قلبي أنا لا فارس أحلامي الحمد لله حبيب قلبي وأخذت فارس أحلامي الحمد لله بس كيف الصدمة؟ دكتورة سارة العبد الكريم أستاذ مساعد في كلية التربية في جامعة الملك سهود أهلا وسهلا فيك معنا طبعا أنت صرت من أهل البيت فعادي نسولف ونحكي دكتورة سارة يعني يمكن هم الناس شافوا ردة فعلك أبغاك تقولي لي مواصفات فارس أحلامك كبداية يا ساتر ما أيوة. تفضلي ما زمان زمان يا دكتوره ساره لا زمان يعني ما كنت مراهقه انا من الخلق اولا اخيرا ثالثا عاشرا مليون الخلق. حتى وانت صغيره يا دكتوره التعامل بالدرجه الاولى تعامل اكيد بس حتى وانت صغيره مراهقه يعني كنت برضو تهتمي بالخلق بس لا كان في شكل داخل اول يعني ما من الشكل قد ما من الخلق فنان معين مثلا كنت تشوف انه هو حاجه مره حلوه يعجبك شكل ومواصفاته ما كان في الا مذيعين القناة السعودية جد دكتورة سارة في مثلا كلنا نتكلم ماجد الشبل مثلا فنانين لا هذوليك مش هذا مستحيل جيل ثاني كبار ماجد الشبل اذا لا كان كبير معلش والله انا من وانا صغيره يوم كنت اتفرج على افلام ابيض واسود انا كنت مره معجبه برشدي اباظه يعني كان كنت اشوف انه هذا يعني هت فعلا فارس الاحلام انا زي دكتوره ساره انا عمري ما اشوف شكل والى الان عمري ما اشوف شكل وهذا الشكل اقول الله هذه مواصفات انت تعجبيني انا طالع في المخبر قبل المظهر صحيح دكتوره ساره خليني المخبر حيسعدك المظهر صحيح صحيح اتمنى دكتورة سارة قبل شوية ريم علقت علي قلت أنا فارس أحلامي الحمد لله أخذت بدريقة قلت لي إن شاء الله ما تكوني صدمتي في الواقع ليش فعلا بنات بيدوروا فارس الأحلام اللي هو الشيء الجميل الأخلاق اللي فيه كل حاجة حلوة وفعلا لما تتدبس مسكينة تتدبس أنا يخوفني إنها ما تدور الأخلاق أنا مثل مشكلة فارس الأحلام هذه ودي اللقب هذا ينشال وينعدم ولا عاد يصير عندنا لأنه
عامل مشاكل عند بناتنا. صحيح. عند الخيال، ابي الشكل، ابي الفلوس، ابي السفر، ابي شهر العسل، ابي العرس، ابي 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 ابي، وتنسى ان هذا مو بالزواج. الخلق، التعامل، حسن التعامل، المسؤوليه، هذا اللي احنا نبغاه، هذا اللي يديم الحياه الزوجيه مش الحاجات الثانيه الماديه. صحيح. ليه ماخذين الزواج كذا؟ سوري غزل بس يعني ليش هم الناس غزل لازم يغازلني، لازم يطلعني، لازم يسولف معي، لازم يوديني، لازم يجيبني، لازم يجيبني. ايوه كذا الزواج. وبالحقيقه نسينا انه نص السعاده الزوجيه انك تعطي لنفسك مساحه وهو مساحه. طبعا مو الخنقه هذه ورا ما طلع ورا ما صرف معي ما تحبني ما تحبني ما تحبني. هو قاعد يتفرج على المباراه وانا اقول له ما تحبني، تحب المباراه اكثر مني، ما تحب اكثر، انا ولا امك. معليش فهم ان الزواج مره غلط من باب اللي السواليف البايخه هذه زي فارس الاحلام والحب والغزل والرومانس، مو فاهمينها صح. بس دكتوره يعني اوكي صح طبعا الاخلاق مهمه، ولما ترتبط بانسان جميل خلقا وخلقا هذه طبعا تكون نعمه، بس مثلا برضو يعني خلينا نقول مثلا في الشوفة الشرعية، انت لما يجي مثلا خطيبك او زوجك لما جاء تقدم لك في الشوفة الشرعية انت يعني لازم يكون في قبول في الشكل، بعدين لما تجلسي معه تتكلمي معاه تشوفي اتناسبت عقلياتكم اتناسبت افكاركم مع بعض، وتبدأ بعدين تقرر اذا انت حتكمل ولا. بس اول الفيرست امبريشن ايش؟ الشكل. يعني اكيد مثلا ما ارتبط واحد مثلا عيونه صغيره وخش مقدر بطاطس وفمه كبير واسنانه والله تصدق لك حاجه غريبه، لو كان اسنانه مره حلوه يعني حاجه صبح وجهه. بس حاجه مره غريبه الحين لما الشاب يقول لامه واخته دوروا لي، اوكي شروطهم مره صعبه مره صعبه، لما هو ويروحون هم اللي يشوفونها، بصراحه نضد هذا الشيء. تعال ابني انت اللي شوفها، مش انت حتزوجها، وسبحان الله اللي هم مش ماشي ما نازلهم مزور يعجبه هو. صح. مكان من الاول يا ابني، تعال انت شوفها وانتهينا. اي ف طب ليش يعني الشباب يسووا كذا؟ هذا التعزيز لكلامك. ليش الشباب يسووا كذا لما يجوا يخطبوا؟ هذا هو القبول، انه انت خلي امك تخطب لك او اختك. هو القبول يدخل في القلب بغض النظر عن شكلك. صح. في كاريزما، في شخصيه، في دخله، في جلسه، في كليكه، في كليكه. ايوه في كليكه. هذا هو ما والشكل جزئي جزئي. وبعدين على فكره ذا الجمال الصارخ ما شاء الله تبارك الله، ترى اذا كانت اخلاقك صح ما تدعم هالجمال ما ولا شيء. صح. بعد الزواج كلها فتره بسيطه ولا عاد اشوف الجمال اشوف القدرات. كمان الاخلاق هي اللي تكون شفيع لاشياء كثير يعني. هي اللي تساعد الانسان. وغالبا برضه دكتوره ساره انا اللي الاحظه مثلا سواء كان بنت او الولد جميلين اللي يكونوا فارطين الجمال، شخصيات عاده بتكون سطحيه لانه معتمد على جماله، ترى انا جميل وجمالي انا بيشفع لي، فا اي دونت كير اذا انت جملتك الشهيره كوني جميلة واصمتي يا ساتر. في ناس جميلين لانه في عادة فعلا مثلا تشوفي بنات او شباب يكون مرة جميل وتكون مرة جميلة، بس لانه معتمد على جماله بالدرجة الاولى ومعتمد على جماله انه جمالها حيشفع له وحيفتح له كل الابواب. فعلا لما تيجي تتكلمي معاها، طبعا انا ما اغمم، بس لما تيجي تتكلمي معاها تلاقي الشخصية سطحية. ليت الساكتة أيضا في حاجة ثانية. لا صح جدا. في حاجة ثانية، إذا أنا صارخة الجمال وكل صحباتي وكل أهلي منهبلين على جمالي، أنا لما أخذ واحد أبغى ينهب على جمالي ويمدح 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 ويمدح, ويمدح، وهذا بصراحة مو بواقع. فهذه واحدة برضو من المشاكل الزوجية للشابات اللي مش ناضجات صراحة، اللي حياتهم كلها مظاهر سطحية ومظاهر سطحية. مشكلة. طب المواصفات حقت فارس الأحلام، يعني يمكن البنات الصغار تكون عندهم المقاييس هذه مرة عالية ومتخيلين أنه أنا حتزوج واحد زي كذا يعني، لكن المشكلة لما تجيك البنت خلاص في نهاية العشرينات ولساعها مصممة أنها تجد فارس أحلامها بالمواصفات الخيالية هذه مع إضافة مواصفات جديدة. طيب بقول لك حاجة غريبة جدا، أنا الحين قاعدة أعيش مع بناتي بالجامعة، أعيش مع بناتي في المجتمع، أعيش مع بناتي في مثلا أماكن مختلفة. لما نتكلم عن الزواج كلهم بإجماع يقولون مو بلازم تزوج، إذا ما جاني الصح فما يحتاج. وهذا كلام جديد أنا صحيح. ما سمعته من قبل. أول نبي تزوجوا بس، الآن لا، إذا ما جاء الصح ما يحتاج، إذا ما جاء اللي يستاهلني
معروف صحيح. صح. هذا غلط، هذا غلط الكلام ده يعني. انا ما أنا غلط, غلط لانه اذا كنت بتزوج من اجل الزواج معناته اني بقبل في اول واحد يجيني، ومعناته قد لا يكون مناسب، بس اهم شيء اني اتزوج. يعني ابي فستان وابي شهر العسل وابي سفر وابي العرس، وبالتالي يصير الطلاق زي ما بنشوف قد ايش الان في نسب طلاق عالي. من بدنا نتكلم كمان دكتوره ثلاث حالات. طيب حنتكلم بنات مع الدكتوره ساره كده ومكملين في نفس فقرتنا، لكن فاصل ونكمل معاكم. رجعنا مشاهدينا من جديد نكمل موضوعنا عن فارس الأحلام بين الواقع والخيال مع الدكتورة سارة العبد الكريم. دكتورة سارة، زمان كانوا يقولوا تحلم بالزفة وهي في اللفة، دحين البنات تغيروا زي ما كنت بتقولي آخر شيء، إنه البنات صارت واصلة يعني العمر كبير تقولي طب ليش أتزوج إذا ما في المواصفات اللي أبغاها، لسه ما زالت مصممة على المواصفات الكاملة والمقاييس العالية، وتقول لك لا اذا ما في هذه المواصفات ليش اتزوج. مخيفه المواصفات، لان اذا كانت ماديه سطحيه هذا اللي تخيف. اذا كانت جوهريه زي انه يكون له شخصيه، انه يكون صاحب مسؤوليه، انه يكون محترم ومحترم لها، متعلم. وعلى فكره بالنسبه للتعلم هذا اشوفه نسبي، يعني ممكن يكون انه مع الثانوي لكن اخلاق صحيح او مثقف اكثر كمان، ممكن دكتور فلا مواصفاتهم اذا كان مثل ما قلت لك، انا اشوف حسب وشو ذا اللي تاخر زواجها لاسباب صح الله يقويها الله يرزقها. صحيح بس دكتوره، بس انت شايفه انه في بنات كثير يخفضوا سقف التوقعات مع الوعي، مع العمر، مع يعني كل ما فعليا سبحان الله الانسان سواء كان بنت او ولد كل ما احد كبر في العمر خلاص، مثلا لا مو شرط تكون شعرها طويل، خليك يعني قلت اللي ناقصني يفكر في اشياء جوهريه اكثر. مثلا إيه مو شرط تكون شبه، لو فاكره زمان كان يقول لك الولد يبغى واحده تشبه زينب العسكري، لو فاكره فاكره دكتوره طاحوا فيها طيحه محترمه. يعني مو شرط كذا، ممكن ناخذ كذا يعني. صح ان الناس كل ما كبرت وفهمت اكثر صاروا يخفضوا سقف التوقعات. انا ودي اقول اللي معطيني شروط هذه طولها حبيبي ناظر شكلك مو بزين، بس ناظر شكلك بزين بس على واقعك عزيزي الرجل طالع في نفسك في المرايه قبل ما تطلب مواصفات صعبه فضلا وليس امرا. لا بس في رجال يقول لك الرجال ما يهم غير جيبه، ما يعيبه غير جيبه، البيت لازم تكون ملكه جمال. حتى لا جيب لا شكل. طيب هل لاحظتوا ان شبابنا غير شباتنا؟ يعني شبابنا كانه ما زالوا بالعقليه التقليديه. صحيح. بينما بناتنا تغيرت. صحيح. 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 صح. لا انا بالعكس، انا مش اني اعارض عبير، يعني انا مثلا احس بالعكس البنت لما تكبر وتوعى مش سقف توقعاتها ينخفض، تقول لك لا انا الان يعني احتاج واحد أكثر. ايوه افضل افضل أيوة. يصير خياراتها مره صعبه، وتقول لك انا ما اتخيل مثلا اتزوج واحد بعقليه عادي. معينه او انسان عادي او ما مثلاً. تكون مثلا اعتمدت على نفسها ماديا، اعتمدت على نفسها عمليا، ما تتخيل انه تيجي تتزوج واحد يكتمها. فلازم واحد يكون متفهم للوضع والسيتويشن اللي هي وصلت له. صح ولا مرأة عاملة جدا سليم وجدا صحيح وجدا واقعي، لكن ايضا اراء بناتنا بداوا يبعدون عن مرافضين الادوار التقليديه بشده. مع انه مو كلها يعني مو كل شرط انها سيئه انك تكونين ام ومربيه وتربين عيال، شيء جميل جدا. ان الاب يكون هو المسؤول تماما عن الاسره، هذا يريحني انا، بدلعني انا كامراه كزوجه كام. صحيح. اني انا اكون بس متفرقه للبيت وناسه بصراحه راحه انك موفر كل حاجه. لكن اتساءل لاي مدى احنا كنساء. دكتوره بس في ناس كثير بياخذوا العمل، يعني انت اكيد واحده منهم، انا واحده انا مضطره زميلاتنا بياخذوك كمان تحقيق ذات يعني بس عشان تكوني انت. وكثير بنات لما يشتغلوا مثلا ويبداوا كارير معين يختلف تماما وجهه نظرها طارق الحبيب للرجل او من الزواج. طارق الدكتور طارق الحبيب ايش قال؟ ايش قال؟ ضروري وظيفة المرأة الآن في هذا الزمن. أكيد مهم جدا إنها للأمان النفسي. صحيح. وضمان للحياة. صقرار. لأن الرجل لم يكن لم يعد كما كان سابقا. حتى متطلبات الحياة ما صارت، يعني الآن كل الكماليات صايرة أساسيات، يعني كل عائلة بنشوف فيها
كل فرد منا عنده جوال. زمان ما كان، كان عندنا خط ثابت في البيت. فحط المصاريف والسفر اللي صار اساسي. لازم الصيف لازم لازم لازم, لازم نطلع. فانا بشتغل عشان اطلعهم الصيف برا اوروبا اسيا وريفر. فسبحان الله اذا انا بحط مش اقول سقف توقعات، سقف توقعات والحاجات الالزاميه اللي في حياتي عاليه، لازم اشتغل عشان اجيب لها. برضو كمان دكتوره مثلا يقول لك لما الواحد يتزوج وحده كبيره وواعيه وفاهمه تعامل معها صعب، عشان كده يقول لها تزوج الصغيره تكون في يدك عجينه طريه تشكلها بالطريقه اللي انت تبغاها. عشان كده انا الفكره اللي ابغى اوصلها انه لما وحده تتزوج كبير يعني في مرحله عمر تكون نضجت فيها فعلا يكون مواصفاتها ومتطلباتها صعبه مو زي البنت الصغيره، صح ولا لا؟ سبحان الله كلامك مره خطير. اقول لك ليش؟ اللي يدور عجينه حتكون تعيش معك عجينه. وين الفكر؟ وين الكلام؟ وين الأنس؟ وين الأخذ والعطاء؟ أنا حابة أسمع فكرك المختلف عن فكري، أعطيني رأيك، خلينا نسولف. لكن إذا كانت أنا اللي مبرمجها زي الكمبيوتر فهي روبوت. بس دكتورة أنت قبل شوية قلتي إنه الرجال ما زال أفكارهم وتقاليدهم خصوصاً عن الزواج زي ما هي أول، البنات اللي تغيروا، يا ترى ليه؟ كأنه ما زال يتوقع أنها تصير زي أمه تطبخ له، تكوي له، تكنس له، وا 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 وا. دكتورة ممكن تفهم الناس اللي تشوف إنه هذا مو واجبي أنا بسويه لأني أنا أبغى أسوي. حلوة الكلمة هذه، لأنه هذا فعلاً من حبي لبيتي ولا أسرتي لزوجي. من عطاء، يا سلام عليكي، شرعاً. شكرا. يعني انا معطاء لكن شرعا هذا مو مكتوب. الشرع قال هو ملزوم انه يوفر لي من يخدمني. يعني اذا كنت انا جايه من بيت يخدم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصل خيركم عليك. خيركم لاهله وكان الرسول يخدم اهله. شكرا. يا خلاص هذا هو الواقع. هذا الشرع يعني ما احنا قادرين نتكلم بصراحه. انا كذا حتهاجموني الليله. لا لا ان شاء الله، لا بالعكس انا احب النقاش معك دكتور ساره، لانه جالسين نتكلم وجالسين نتبادل اراء بشكل عادي جدا ومنفتح. دحين حاجه كمان، في ناس انت عارفه انه ما تشيل الصحن كرجل او كامراه. كرجل طبعا، كامراه تفضل. كامراه كرجل عفوا. اي هذه امه كانت تشيل عن الرجل الصحن. صحيح. طب دكتوره الحين تغيرنا ومثلا صار الرجال يبغى واحده يتناقش معاها، يفكر كثير. يفكروا سوا، يتكلموا سوا، كثير يبون كذا. توصل معاك يعني مثلا خلاص اذا كل شيء فيه مشاركه انت تبغى، مثلا اشياء زي كذا السخيفه البسيطه مثلا مو حابب ان انت تتدخل فيها ليه؟ يعني مثلا اوكي انا سويت الغداء، لا تغسل المواعين، دخل المواعين المطبخ. انت تعرف ايش حسيت؟ انا حسيت مجتمع منقسم. يعني انا تقليدي. انا احس مجتمع منقسم، الشباب التقليدي اللي يبي اللي تشيل له الصحن، والشباب اللي يدور فعلا شريكه حياه اللي يبغى فكرها وانسها ويشاورها ويعرف ان لها مثل ما له في بعض القرارات. طبعا طبعا يعني عشان كذا دائما نقول انه الحوار الحوار الحوار، طالما اني انا افهم عقليته وهو يفهم عقليتي، بحب هو يشيل صحن وانا بحب اقوم اطبخ في وقت فراغي اذا ما كنت مضغوطه في العمل واشياء كثير طبعا، بس انه يكون في نوع من انواع التفاهم والحوار. لكن انا اللي اخاف منه يا دكتوره زي ما كنت بتقولي قبل شويه انه الرجل لما يكون يبغى واحده تكون زي امه، وفي نفس الوقت يبغى وهذه الزوجه نفسها تكون عمليه، وهذه الزوجه نفسها تكون تناقشه، وهذه الزوجه نفسها القويه يبغاها تكون ضعيفه. انا كيف ممكن افصل ما بين هذه الحالات؟ وهذا اللي بيصير. انا ابغاها تعلمها، ابغاها قوية. ياخذ ام العيال اللي تربي له عياله، ياخذ له الزوجه الثانيه اللي احدى تكون في السفر اللي ناسي وسعه الصدر. انت دحين كذا جبتي بعيد، احنا قاعدين بنقول دحين بتحرضين من الزوجه الثانيه. احنا ما نحرض، اقول هذه حاله بعض شريحه ان شاء الله مره صغيره من مجتمعنا، انه فعلا الرجل يتزوج الزوجه الثانيه اللي تشبعه فكريا وعاطفيا. طيب. وهذا بصراحة ظلم الأولى اللي عاشت معك الحلو والمر وربت لك عيالك. يكون هذا سبب يعني زوجة الأولى أحيانا في الرجال يكون مغصوب عليها أنه يتزوجها، لو فاكرة أنه الحجر على بنت العم وما زلنا إحنا مستمرين على هذا الموضوع، أنه يتزوجها يقوم يتزوجها بس عشان أمه وأبوه وعائلته ما تزعل، بعدين يروح يتزوج بالسر واحدة تانية يناقش معها. بس تحس أنهم شويين مرة في الشيء حسي هم أيوة شوية هم لا فعليا أيوة شوية. اللي هم جيلنا جيلنا اللي خلاص ما يقدر يتزوج اثنين يعني من جد ما هيمدي والله مع الأوضاع دي. على فكرة عندنا مناطق في المملكة الثقافة الشائعة هي اثنين ثلاثة وأربعة بعد. طيب دكتورة سارة خلينا نرجع معاك لموضوع فارس الأحلام. في خلينا نتكلم عن البنات اللي بتزوجوا ويصمموا أنهم يتزوجوا وهم صغار في السن،
فقط لأنه متخيلين إنه الزواج هذا فارس أحلامي تزوجته وإنه الزواج ده حب وحياة وسفر بالضبط يعني بعدين جن العيال يجن مسؤوليات وتثنية على راسها إيش تأثر الحياة الزوجية لما الوحدة تتزوج على أساس هذا الفكر حتنصدم بالواقع أن الحياة مش بالأحلام الوردية هذه عمره عشان كذا أنا أخاف من الكلام الشائع اللي يقول خذي حلو خذي كذا يحلو الزواج يزين الزواج وناسة وفي أساس سطر الزواج مسؤولية جدا بس نعم. ما علموا بنات وبعدين بصراحة معليش اكسكيوزمي يعني لما إحنا نشوف السنابيات هذول والحياة الحلوة والرفاهية والسفر والماركات و و و و و بنات يبون واحد يوفر لهم ذا الأحلام أكيد فتقعد تستنى المليونير بس هم ما عارفين أنه هذا كله إعلانات مدفوعة من شركات وحياتهم الدول الناس عادية وعلى فكرة ممكن تأخذ واحد كبير في السن بس مليونير صح مش يحطها وين التوافق الفكري بس أكيد تتفقوا معايا جميعا يعني دكتورة سارة أنه الزواج شيء حلو ما هو وحش ولكن في مسؤوليات لازم تكوني واعية كفاية انها تعرفي انه في مسؤوليات ولازم تفكري في الشخص اللي هتجي تاخديه يعني لازم قبل اي شيء تفكري مثلا زي ما قالت رؤى زواج دائم مستديم مش بس وناسة وسعد صدر وان ما نفع اخذ اللي بعده ما يصلح ولازم كمان الزوج يكون بدراية بحقوق وواجبات الزوجة انه زي ما قلت يا عبير انه هو هي ليس من واجباتها الطبخ والنفخ والتنظيف وزي كذا يعني مجرد عطاء. فهذا لازم الزوج يكون عارف قبل ما يقبل على هذه الخطوة حتى لا يقع في المشاكل وتصبح يعني كارثة بعد الزواج كمان في شغلتين أنا يعني دائما أحب أركز عليها في الزواج تحديدا إنه الزواج غير قائم على الحب قائم على أشياء أعمق نعم مودة والرحمة تمام على الاحترام والود والثقة وإنه هو يصون بيته وهي تصون بيتها وكل واحد يتحمل مسؤوليته شكرا الكلمة هذه خطيرة الكلمة أقول لك ليش برا في المجتمعات الغربية if I don't love him خلاص نطلع أيوة صح ما حبيت خلاص انتهينا على قولتهم we fell in love وقعنا في الحب الحين وقعنا خارج الحب فخلنا نطلق كل واحد يشوف طريقة إحنا سبحان الله يا العربيات السعوديات بالذات ما شاء الله تبارك الله ملتزمة صامدات ما هو أعظم صامدات والله أكبر في العالم إحنا نعيش لنحافظ على الأسرة صحيح ما يعني ذلك إنه ما تحصل حالات انفصال وحتى بالأولاد في الحالات الجديدة لكن في أولويات من تجيب الوحدة أولاد صار في أولويات بصراحة صح. وباين وفي إصرار وصبر وصبر وصامدات صح لا من جد نرجع لموضوع فارس الأحلام يا جماعة يعني كل وحدة دكتور وهم يا مامي وهم طيب بس ليش إلى الآن ما بالرغم من التطور اللي احنا وصلنا له والانفتاح اللي احنا وصلنا له بس يظل في البنت فيها كده بارت لما تبدأ كده تكبر إنه تبغى لا 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 يعني مثلا تشوف ممثل معين ما حقول حد مشاهير مثلا هبوا فترة في مهند جاستن بيبر مثلا الصغار يعني هدول كلهم مثلا انه تبغى مثلا تحلم فيه او كده ليش الى الان في ما زال ثقافة فارس الاحلام مع انه احنا بقول لك اتطورنا وتغيرنا بس في البارت ده في البنت اتوقع انها فطره بصراحه صح البنت من الزفه من اللفه تحلم بالزفه بالضبط أكاد أجسم إنه مستحيل ما في بنية حبة تحط الطرحة في راسها ومعها وردة من أنا أبغى البسها تان والله لا يعني مع نفس الشخص بس إنه يعني أنا حابة فكرة الطرحة يعني وينبسطون عليها لأن أحسن حاجة يعني تميل البنت للعاطفة ليش نخاف على بناتنا لما يدخلون في المراهقة إنه بسهولة يصيد طبعا. الشاب لأنه البنت عاطفية يلعب عليها بالعاطفة يسمعها كلمتين حلوين وتصدق إنه يتزوجها طب ليش الولد مو عاطفي دكتورة سارة؟ ليش الرجال بشكل عام ربي ما خلقهم كذا مو عاطفيين ربي ما خلقهم كذا حلو كتاب منر فروم فينوس منر مارس اللي الزهرة والمريخ مرة صحيح كتاب يفهمك الاختلافات وتخلي الحريم شوي معليش تعيش عالم الواقع بلاش أحلام think like a woman think like a woman بلاش أحلام خليكي واقعية طب دكتورة هل توافقين الرأي إنه من فترة طويلة جاء دكتور أنا حكيك هي شخصية بس يلا أقول لك يا إنه بعد ما تزوجت بشوية كنت حاطة على قناة ونعرض برنامج وجاء دكتور قال إنه بعد الزواج بعد أول 8 شهور من الزواج ما في حب قلت يا نكبتي قال وجعلنا بينهم مودة ورحمة الآية المعروفة في القرآن ترى هذا الأهم صح أيوة استني أقول لك الحب ما يفتح بيت يعني الحب لا يدوم لكن المدة وراحة تدوم استمكي أنا زعلت كيف أروح أسأل وأسوي تحقيقات وكيف ما في حب ومدري إيه لما بعدين كبرت وخلاص صرت فاهمة أصلا توصل لمرحلة أنت ترى ما تبغي الحب
لانه شعورك بالمسؤوليه والمهام اللي عندك انت ما انت فاضيه احد يقعد يحب فيك او تحبي احد. بس خلينا نتكلم من جد يعني اكيد في سيدات هلا نقصد الحب المفهوم الدارج الغزال الكلمه الحلوه الطيبه بس يعني يا بنت الحلال يعني كمان في مشاعر دكتوره ساره عواطف يعني اوقات مو دايم تحتاج انك تسمعي كلمه حلوه حتى لو كنا متزوجين 20 سنه حتى لو كنا متزوجين لازم اسمك الكلمه الحلوه لازم بس المشاعر الحلوه لما الانسان يحترمك ويقدرك ويشوف خاطرك هذا اهم من 100 كل مجاشه يقول مثلا يقول انا احبك انا احبك لا يقول احبك يا اخي روعه جميله لذيذه وفعلا هذا اللي قال عليها يعني ديننا الزواج مبني عليها الكلمه الطيبه حتى لو ما كانت بس دكتورة اعترفي انه ما في قليل جدا الاشخاص اللي يجوا يقولوا كلمه طيبه حرام عليك دكتورة سارة لو زي ما شاء الله كويس نظرة زهرية لازم نفسك نظرة زهرية بالعكس والله اشوف الناس الان النماذج الجميلة الزوجية الجميلة مرة كبيرة ومرة حلوة ومنتشرة وبيننا خليك متفائلة هو لا الحمد لله متفائلة انه الاسرة لها دور كبير خصوصا عائلة الرجل يعني حتى عائلة المرأة أكيد بس لأنه دائما التربية هي الأساس بالضبط دائما أقول الأسرة هي اللي تخلي معدن الزوج صح وتخلي العشرة حلوة صح يعينون يعني هم يعينون بالضبط لأنه دائما أشوف أنه أهل الزوجة عمرهم ما يتمنوا خراب بيت بنتهم صحيح وبالتالي لما بس العكس يصير يعني ممكن يعني نسبة أكثر عرفتي بس عادة لما أنا أخرج بنتي من عندي أبغاها تكون مبسوطة وسعيدة أنا كنت ما أبغاها ترجع لي لكن الولد صحيح. ما يعيبه شيء فعندهم هذا المبدأ هذا ما خطبوا له بعد فأنا دائما أقول الأسرة لها دور جدا كبير في أنها تنشئ هذا الزوج وهذا الولد بطريقة تكون يعني يتحمل المسؤولية والحياة الزوجية جدا صحيح خليني أسألك دكتورة سارة على فارس الأحلام يعني أنه كنت هتعلق على كلام رؤى؟ لا 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 كلام سليم ما قصرت اوكي على موضوع فارس الاحلام انه مثلا انت ام الان وما شاء الله بناتك كبار مثلا ما تجي واحده فيهم تقول لك انا ابغى احد كذا 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 مواصفاته؟ يا وخليتهم عايشين احلامهم ما لانه حلم في الاخير يا جماعه لانه حلم في الاخير برافو عليكي والواقع انه حيتقدم سين صادفه وحيستعرضوا المواصفات عجبهم عجبهم قبلوا ما عجبهم رفضوا وانتهينا صحيح طيب يعني ليش قلتي احلامهم يا اختي خليهم طب كيف نوعي البنات في مجتمعنا خصوصا البنات المراهقات ونهيئهم يعني انه ترى فارس الاحلام مش اهم شيء المواصفات ترى موضوع اكبر من كذا اكبر من كذا ومسؤوليه والزواج صحيح كده يعني. بالضبط الحوار 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 لما نتكلم عن اوكي انت الحين تخيلي نفسك في بيت الزوجيه ايش الحاجات اللي حتصير حتحصل ماذا تتطلب جاكم بيبي كيف حتربونه الوظيفه ولا ما في وظيفه لو رحت وظيفه وين تتركين البيبي فيه من اللي حيمسك يعني نعيشهم الواقع خاصه اذا كانت تشوفنا احنا كاب وكام قاعدين نتعامل مع معطيات الحياة الطبيعية الواقعية لا نغيبهم عن المسؤولية في بيتهم وهذه مشكلة إذا الأطفال من حب أبنائنا وبناتنا من حبنا لهم معفينهم من المسؤولية تماما وبس عايشين لأرواحهم الأنانية معناته ما هي بالضبط الأناني في بيت أبوه وأمه هو أناني كزوج وزوجة صحيح يعني كمان نذكر إنه هي مو شرط تطبخ يا رب علينا وعلى المطبخ هذا ربي قال ما جبناه من نفسنا أيوة بس عشان يعني عشان نذكرهم إنه ربي ترى اللي قال كذا ما بنجيب شيء برا ودكتورة سارة ترى اللي قال أنا قلت ربي قال مسؤولية دكتورة سارة يعني أكيد دكتورة سارة استفدنا من الحوار معك شكرا لوجودك معنا اليوم شكرا شكرا يعطيكم العافية سعدتكم الله يسعدكم الله يعطيكم العافية مشاهدينا حنطلع فاصل وحنرجع نكمل لباقي فقرات برنامج سيدتي عدنا مشاهدينا نكمل فقرات برنامج سيدتي ارحب معايا ضيفتي في الاستوديو مدربة اليوغا نورة الوايد حياة الله الله يحييك اهلا وسهلا اهلا طبعا احنا من عشاق اليوغا تقريبا كل اسبوع لازم يكون عندنا موضوع مختلف نتكلم فيه بخصوص اليوغا لكن في البدايه يعني ابغاك تحكي لي عن شغفك وليش اخترت اليوغا تحديدا في البدايه يعني ما كان هو قرار يعني مخطط له يعني بجهد وكذا كان قرار عفوي جدا كيف كانت البدايه
كانت البداية أنه درست كورس اليوغا بدأته درسته بحكم أنها رياضة وأنا أحب رياضة يعني من صغري أهلي معوديني على السباحة. طب ليش اخترت اليوغا بالذات يعني؟ ليش اخترت اليوغا بالذات؟ لما درستها فهمتها شفت نتائجها على علي شخصيا يعني حبيتها واستمريت فيها يعني. بمعنى انك انت جربتي اكثر من مجال يعني اكثر من تخصص في الرياضه yes. ومن ضمنهم كانت اليوغا ولقيتي نفسك في أيوة. اليوغا. طب نورة انت تخصصت في تعليم اليوغا للكبار والصغار، ما حصرتي نفسك في فئه معينه، فين لقيتي تعليم اليوغا ممتع اكثر للاطفال او للكبار؟ الاثنين يكملون بعض بالنسبه لي انا كمدربة أحب أتعامل مع الكبار ومع الصغار فلقيتهم الاثنين. كيف الاستجابة شفتيها من الصغار تحديدا؟ وبالنسبة للكبار والصغار أنا بعد أدرب أمهات وأطفال مع بعض. حلو. استجابة الصغار الصغار أصلا بالفطرة يعني يحبون الحركة ويحبون صح يحبون يعني يحركون جسمهم بأشكال ويختبرون حتى قدراتهم. بس الصغار أسهل يتهيأ لي لأنه ليونة جسمهم تساعدهم يتحملوا أكثر صح؟ صحيح، بس مو شرط أن الواحد الطفل يكون مرن عشان يسوي رياضة اليوغا. نحن قاعدين نعرض الصور يعني أدرى على المقاطعة نورة لكن أنا لو سويت كيوكي أموت يعني في المستشفى في واحدة ماسكة رجلك فوق زي هذه رجلك كذا كأنك ما شايلتها يعني قد ايش الواحد يحتاج وقت عشان يوصل لهذه الليونة؟ ايش يحتاج تدريب عشان توصل لهذا المستوى؟ ان شاء الله على حسب، في ناس يعني يقدرون يسوونها يعني من دون تدريب مكثف وفي ناس يحتاجون وقت شوي على يعني اهم شيء الواحد يبدا. فانا بدات كل اللي سويته اني بدات يعني بس انت قلت قبل شوي انه لها تاثير عليك انه اليوغا سوت تاثير عليك انت شخصيا، لو تحكينا عن هذا التاثير. تاثيرها يعني كان من نواحي كثير، مو يعني ما كنت انا داخل الرياضه او مجال الرياضه بس عشان شكلي او عشان احسن يعني شيء في جسمي، لكن دخلتها كتسليه وكاني يعني الاقي نفسي فيها، فمن باب الحركه ان الحركه كيف تاثر على الشخص ذهنيا نفسيا. طبعا هي صحيح بتعطي كده سلام بيس. ايوه بيس كده سلام، شعور بالسكينه. اكيد هذه بيصورون من... هي في الافلام اكيد اليوغا لها دور في ان الواحد يكون يعرف يتنفس صح، فاعصابه تهدى، يستخدم التنفس في مراحل كثير من حياته، حتى الامهات يعني وقت الولاده دائما يعلموهم خذي نفس عميق كذا، يساعدها على انه التوتر يخف، فبالتالي عقلها جسمها يستجيب. هو يمكن نوع اليوغا الوحيد، انا ما اعرف اذا انت حتصححي لي طبعا، اللي انا امارسه في حياتي اللي لما اصحى من النوم كيف اتنفس، هذه بس بدأت اول ما اصحى من النوم، بس باقي يومي الله لا يوريك يعني ما له علاقه باليوغا. في الافلام اليوغا اللي يسوي في الصباح غير كذا ويحس كذا عمل سلام ويتنفس كيف هي كذا ذي الاساسيه الرئة. اي كيف ورينا يعني خلوني اوريكم. طيب نسوي تمرين مع بعض. يلا اوكي، عندنا مثلا هذه الكره ممكن نستخدمها تمثلنا الرئه. اوكي، فحناخذ نفس عميق وقت ما احنا نفتح الكوره ونطلع النفس وقت ما احنا نسكر الكوره. اوكي تمام، فخلونا كذا الحين نطلع النفس، ناخذ نفس عميق، نطلع النفس بشويش ونكمل شهيق بشويش زفير. ممكن الواحد يطلع مع الفم او مع الانف، اهم شيء ناخذ نفس عميق، نمسك النفس شوي بعدين بشويش اكسهيل زفير. طب هذا ايش فائدته هذا التمرين؟ هذا يخليك ما تكمل البرنامج، حتصيري ريلاكس بعد شويه. لا صدق انه غير التنفس. احنا لين نتنفس، ليش رياضة اليوغا بالذات يعني مفيدة للجسم؟ انه الواحد يلقى وقت على الاقل يعني لو دقائق انه يتنفس، ياخذ نفس عميق. فالتنفس العميق يعمل على انه يمدد لك الرئة بشكل اكبر، ومع الوقت مع التكرار الرئة نفسها تبدأ تستوعب نفس اكثر. هي رياضة ذهنية وجسدية في نفس الوقت اليوغا صح؟ صحيح.
طيب نورة، أنت ما شاء الله بعد هذه الخبرة اللي صارت عندك أقمتي أول ورشة عمل في الخبر، وكانت بعنوان مهارات اليوغا، كلمينا عنها. مهارات اليوغا كانت تستقصد الناس اللي مهتمة باليوغا واللي تبي تعرف فكرة اليوغا إيش، أو حتى الناس اللي تبي تطور مهاراتها بيسوي يوغا بس في نفس الوقت يبون يعرفون أكثر يعني. أكثر. طب خليني أسألك يعني، طب بما أنك أنت مهتمة في هذا المجال تحديدا، وبنعرف يعني أي شيء جديد بنجربه في حياتنا الكلاس الأول هو اللي يحدد حيمسكني أو ححرب منه وحروح من غير رجعة. فأنت يعني كيف شفتي إقبال الناس طيب من يعني بعد ما جو أول كلاس؟ هل استمروا ما استمروا؟ إيش الشغلات اللي أنت مثلا أعطيتيهم إياها عشان تمسكي فيهم؟ الناس صنفين، في ناس تستمر في ناس لا. فالناس اللي بتستمر، خلينا أول شيء نرجع من البداية، كل الناس يعني إلا ما ندر اللي ما أصادفهم كثير صراحة. أيوه. ولا أتذكر منهم أحد، بس أغلب الناس يكون شعورهم جدا يعني يحسون بالرضا وحابين الحصة ونفسهم يكررونها. أوكي. وبعدين نقسمهم إلى جزئين، نصف يستمر ونصف ما يستمر. هذا اللي يخوف يعني، دائما بنعرف ان الواحد بيجرب شيء. مثلا انا اول ما بدات جيم كان بتجيني مدربه في النادي، شدت علي قلت لها لا عاد اشوف وجهك. كرهتي اصلا مثلا؟ أيوه. يعني كرهتها. لكن في احد ثاني لا، بيخليني اتمسك واعرف كيف اشتغل اكثر وممكن حتى اعطي وقت اكثر. فايش الشغلات اللي تحبب الشخص انه هو يكمل في اليوغا؟ أكيد إذا شاف تأثيرها على نفسه، شاف تأثيرها الإيجابي، ارتاح لها، أهم شيء الراحة. وزي ما تفضلتي حضرتك أنه حتى المدربة لها دور. صح. طيب نورة، أساسيات اليوغا يعني لو مثلا واحد حابب أو واحدة حابة تلعب يوغا أو تمارس اليوغا، في مواصفات معينة مثلا وزن معين، ما يكون مثلا أوفر ويت، صحيا جسديا يعني في مواصفات محدد؟ لا يعني لا ما أدري. ممكن مثلا يكون واحدة مثلا وزنها 100-150 كيلو تقدر تمارس يوغا؟ أكيد لا صح؟ 100-150؟ للأسف أنا ما أشوف ناس بهذه الأوزان للأسف، ولا هم يقدرون يمارسون اليوغا عادي. بالعكس اليوغا تساعد على إنقاص الوزن وكمان بطريقة يعني آمنة. مو هذا كان سؤالي لك، كيف الناس تقدر تستغل اليوغا يعني في إيش كمان؟ يعني مثلا نعرف إن احنا انه مثلا المشي او البسكليت، السباحه، نعرف ايش فوائدها والناس في ايش يقدروا يستغلوها، لكن لو جينا نتكلم عن اليوغا كرياضه مثلا، هي اول حاجه بتعطي احساس بالسلام بيس، كيف كمان يقدروا يستغلوا؟ يعني مثلا قلتي بتساعد مره انه توسع في الرئه، هل هذا مثلا تفيد اليوغا الرياضه دي ومره تناسب مثلا الاشخاص المدخنين؟ خلينا نقول من دي الناحية، قلتي إنها بتنحف، هل مثلا إنه ممكن واحدة أو في البيت مثلا، خلينا نقول أحد وزنه 150 زي ما بتقول غزل، بدأ يوغا، هل ينزل عليها إنه بدأ 150، بدأ الرياضة الأولى اللي سواها كانت يوغا، ولا المفروض إنها تكون في الأخير؟ كيف أقدر أستغل هذه الرياضة؟ عندنا اليوغا تتقسم يعني اليوغا عدة أنواع. حلو. ولها عدة يعني أهداف. فالناس اللي عندهم أوزان عالية ممكن يمارسون اليوغا زيها زي أي رياضة، ممكن حدتها مثلا نبدأ بالتدريج، تقوي العضلات، تزيد على يعني انقاص الوزن. الناس اللي مدخنين، سألتيني عن المدخنين، صحيح انه قلت بتمدد الرئة يعني التنفس. المدخنين، وكمان يعني بما اني انا اتعامل مع سيدات في الغالب، يعني عندنا مجتمع ما في سيدات كثير مدخنات، ولكن عندنا ناس كثير يعانون من أزمة، فالأزمة الربو وهذه الأمور كثير منتشرة عندنا، فاليوغا جدا تساعد. يعني تساعد كمان كويسة للأشخاص اللي عندهم مشاكل في الربو، ولا في الربو يعني يعانون من أزمة. حلو، ممتاز. كمان يعني احنا اغلب الصور اللي بنشوفها للناس اللي بيمارسوا اليوغا اغلبها تعتمد على التوازن، بيوقف لك على يعني شفا حفره ويكون واقف بطريقه غريبه، زي الصور حقتك كمان يعني واقف على راسه. فانا متى اوصل لهذا المستوى؟ هل انا فعلا احتاج ان اسوي دي الحركه عشان اقول والله انا بمارس يوغا؟ لو نبغى نتكلم عن الاساسيات، لا طبعا.
بس في نفس الوقت حلو ان الواحد يعني يختبر قدراته. اليوغا هذه ميزتها انه التوازن تزيد القدره على التوازن واحنا التركيز والتركيز. ما بيتكلم انا عن المستوى اللي مره ادفانسد يعني متقدم جدا لا طبعا. ويفضل الشخص ما يكون هدفه انه يوصل انه مجرد شكل. بالعكس احنا نركز على التوازن والتركيز وهذه الامور. فبالمقابل في حياته الشخص اليوميه يقدر يستفيد منها انه تقلل عنده مثلا امكانيات الاصابه اذا كان توازنه تحكمه بجسمه بجسده اعلى فيقدر يعني يحسن اسلوب حياته. حلو. ايش؟ طيب نور احنا شفنا في الصور انه ما شاء الله انت متصوره في اماكن مختلفه كلها اماكن خارجيه في حدائق او على البحر، هذه كلها في السعوديه ولا كمان كنت بتمارسي برة السعوديه؟ كلها في السعوديه بس اللبس الهندي كان في الهند. رحت الهند يعني عشان تكثفي يعني من معرفتك في هذا الموضوع؟ في الواقع رحت الهند بس زياره يعني ما درست في الهند. بس تعلمتي هناك شيء؟ هل شاركتي باليوغا مع احد؟ طبعا هناك متخصصين اكثر يعني. صح فعلا يعني من اكثر. تدربتي مع احد هناك؟ اي بالنسبه لتجربتي ما كانت ابدا لممارسه اليوغا بس كان يعني استمتع. رحت مع امي وكانت يعني اسبوعين جدا جميله. ان شاء الله انا ناويه اروح الهند مره ثانيه على اساس يعني احضر كورس هناك. طبعا واضح عليك يا نور السلام مبين عليك اصلا من برا وهدوءك اسم الله عليك. يعني انا حاسه احنا مهيبرين بزياده فاعتقد لازم طيب لازم نطلع فاصل. مشاهدينا فاصل ومكملين معاكم. حبه حبه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ما صحة الدراسات التي تشير إلى أن التوتر قد يكون سبب من أسباب آلام المفاصل والعظام؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور نادر كناني استشاري جراحة عظام بمستشفى الحرس الوطني. أهلا بك دكتور نادر. أهلا دكتور. دكتور نادر هل من الممكن أن يكون التوتر سبب من أسباب آلام العظام والمفاصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع المفاصل والآلام هذه من المواضيع المهمة جدا واللي ممكن نقول أنه 80% من أسباب زيارة المرضى للعيادات تعتمد على المفاصل وآلامها. فلما يأتي مريض إلى العيادة لابد أن نحدد إيش هي المشكلة. دائما في جميع المشاكل الطبية لابد من تحديد العرض إيش هو. إن كان العرض بداية هو ألم في المفصل لابد يفحص المريض كأنه عنده ألم حقيقي. بعد ما نفحص المريض وناخذ التاريخ المرضي ونسوي الأشعة والتحاليل ما نلاقي شيء نبدأ نقول ممكن يكون الحالة النفسية لها سبب في الألم. في الألم طبعا عندنا أسباب كثيرة لألام المفاصل. ممكن تكون أسباب ميكانيكية، ممكن تكون التهابات، ممكن تكون ألام عضلية، ممكن تكون أمراض مناعية في الجسم، نقص في المناعة، إصابات، نقص معادن، نقص معادن إلى آخره. بعد ما نتأكد أن المريض ما عنده كل هذه نبدأ نقول نشوف الأسباب النفسية اللي لها علاقة بألام المفاصل. زي إيش الأسباب النفسية ممكن تكون اللي لها يعني سبب أو تأثر على صحة الإنسان؟ طبعا نحن لابد ناخذها بدائرة أوسع نوعا ما. في عندنا آلام ميكانيكية بمعنى أنه الشخص المتوتر دائما شادد بوضعية معينة جسمه. أيوة. مثلا أكثر أسباب الخلع للمفصل حق الفك هو الناس اللي يكون دائما مشدودين عاض على أسنانه على طول فالعضلات تنشد عشان التوتر اللي عند الإنسان. صح. فهذا ألم ميكانيكي أو ألم في الجسم ناتج من مشكلة ميكانيكية. مثال ثاني دكتور عفوا بالتوتر التعصيب هو التوتر الأشخاص اللي بيعصبوا كثير مو بالضرورة تعصب أكيد اللي بيجزوا كده ناس بتعصب بالعكس الإنسان اللي يطلع الضغط إلى الخارج ما حيكون عنده في الغالب مكان في الداخل يخزن في الضغط بينما نحن نتكلم عن نوعية من الناس ما يطلع التوتر إلى الخارج بس يحتفظ فيه إلى الداخل. طبعا لو خلينا الصورة أوسع نوعا ما نحن قلنا على الجهاز العضلي والعظمي اللي هي مفاصل الركبة الظهر إلى آخره ولكن من أهم أسباب الأمراض العضوية الناتجة من الضغوط النفسية مشكلات التهاب القولون العصبي اللي هو منتشر جدا. هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن مشاكل في القولون في الجهاز الهضمي ناتجة بسبب الضغوط النفسية. ولكن إذا جاء المريض عند الطبيب على أساس يشخص أنه هذا قولون عصبي لابد يقوم
الدكتور بجميع الفحوصات اللي ممكن تتعمل حتى تتأكد أنه الأعراض اللي عنده أنه ما هي مشاكل ثانية لا قدر الله. مثال أو توضيح لهالجزئية بالذات أن العلاقة بموضوعنا، أكثر سبب انتشارا من السرطانات عند الذكور بعد سن 50 سرطان القولون، وأعراضه تتشابه. أنا خاف الناس على الهواء يوسوسوا، وخاف أنتم كمان توسوسوا معنا. فأهم سبب اللي هو القولون، سرطان القولون أعراضه تتشابه مع القولون العصبي. أيوه. فإذا راح المريض عند الطبيب، الطبيب يتعامل معاه على أساس إن عنده شيء جاد. أيوه. بعد ما يتأكد تماما بالمناظير والأشعة والتحاليل والفحوصات ما عنده شيء، بعد كذا يقول إن هذا الشخص ممكن يكون عنده قولون عصبي ويبدأ علاجه. فنفس الشيء عندنا في المفاصل، نفحص المريض نتأكد إنه ما عنده مشاكل روماتيزمية، ما عندنا مشاكل انحرافات في الطرف السفلي، ما في مشاكل في الظهر، ما في مشاكل إلى آخره. بعد كذا نقول إن هذا الشخص ممكن يكون عنده ألم ناتج من حالة نفسية. طبعا الحالة النفسية ما هي بالضرورة تكون توتر بس، يعني في شغلات نفسية كثير ممكن تؤثر على مفاصل الإنسان. زي إيه؟ الشخص مثلا عنده باد هابتس، سلوكيات ما هي كويسة. مثلا شخص متعود إذا قعد بوضعية معينة يرتاح فيها ينسجم فيها، فهذا ممكن ترجعة الأصابع. مرة كنت في هذا المكان من حوالي سنتين، كانت حلقة خاصة عن طقطقة الأصابع وتأثيرها، واتفقنا أنه ما في أي علاقة ما بين طق الأصابع وما بين مشاكل مزمنة. طب واللي كتوم وجالس هو يطق رقبته؟ هنا 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 تأثير السلوكيات. أيوه. التوتر النفسي على السلوكيات وتختلف من إنسان لإنسان آخر. طيب دكتور، ايش صحة انه اللي يشتكي من آلام المفاصل السيدات اكثر من الرجال؟ هل صحيح هذا الكلام؟ صحيح، حوالي 70% من الامراض من الناس اللي عندهم مشاكل في المفاصل هم سيدات. ليش؟ متوترين اكثر يعني؟ ليه ما يكون مثلا طبيعه الجسم بسبب الحمل والولاده؟ هو طبعا احنا نرجع مره ثانيه على المسببات حقت آلام المفاصل. واحد منها اللي هو السلوكيات الخاطئة، يعني الإنسان المتوتر يكون في وضعية سبب ألم مزمن. من الأسباب أنه التوتر والإجهاد النفسي يؤثر على مناعة الإنسان. أيوه. السيدات بصفة عامة أكثر تأثرا من الأحداث النفسية من الرجال، هذا شيء معروف في الطب النفسي. ممكن الرجل يكون أقدر، أنا ما أبغى أكون عنصري مرة ثانية الآن أنه قاعد أميل إلى صف الرجال، بس هذه دراسات والأبحاث، يعني نحن الآن نحاول نفسر إيش العلاقة. فربما يكون الرجال أكثر قدرة على التحكم في عواطفهم، في مشاعرهم، أو ينفس ممكن عنها بطريقة بحكم أنه الشخص القوي أكثر من السيدات. يعني في أكثر المجتمعات في العالم السيدة هي الجزء الضعيف، فممكن هو هذا السبب اللي ما يخليها تقدر تنفس على برا أو تنفس على الدائرة الصغيرة اللي هي ما تحتها. حبيت الجملة صراحة. طيب السيدة هي الشخص الضعيف يا دكتور. خلينا نتكلم عن العلاج يا دكتور، يعني بما أنه كنا بنتكلم أنه في سلوكيات خاطئة سواء في العادات أو طريقة جلوسنا أو حتى الضغط النفسي اللي ممكن يؤثر على الآلام المفاصل تحديدا، هل هذا النوع من الأوجاع يكون علاجها دوائي أو نفسي؟ نعم، قلنا من الأعراض حقت المشاكل النفسية اللي هي ضعف المناعة، كذلك الناس اللي عندهم حالة نفسية توتر ولا غيره يكون في إنزيمات معينة تفرز من الجسم. هذه الإنزيمات تأثر على المفاصل تخفف من قدرة الإنسان على تحمله للألم، هذا اللي تخليه يحس بسهولة. مثال، أنا سويت عملية لستين أختين في وقت واحد، نفس العملية في نفس الإصبع من القدم، نتيجة العملية على الثنتين كانت مختلفة كبير. هذه احتياجها رقم واحد أو ألف، كان احتياجه للمسكنات أقل بكثير من باء، مع أنهم نفس العملية وكم مختين من نفس البطن، ومع ذلك استجابتهم للعملية كان مختلف. طبعا النفسية كانت لعب دور وقتها، هو بلا شك أن النفسية لها دور الآن. أوكي. إيش اللي في النفسية خلي الإنسان يتقبل الألم؟ هو بالضرورة أنه الإنسان اللي يتحمل أو عنده إحساس بالألم معناه عنده مشكلة نفسية. هي طبيعة، زي ما الله سبحانه وتعالى خلق إنسان طويل، إنسان قصير، إنسان أبيض، إنسان أسود. صحيح. إنسان وزنه زايد، إنسان أقل، هذه خلقة من الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس عندهم قابلية نفسية للإحساس بالألم. ألاحظ أنه في جزء من الناس عندهم يعني شعور كبير بالألم ومع ذلك يتحملوا. صحيح. هذول الناس اللي عند بس تحس بألم وبدأت تشعر السيدة مثلا أنه اللي حولها حطتهم في موقف دائما محرج بسبب الآلام، تروح الطوارئ، تروح المستشفى، فبدأت تنتقل لمرحلة ثانية من انعكاسات الآلام على الداخل،
وهذا اللي يسبب لنا مرة ثانية وضعية غلط، إنزيمات الجسم تبدأ تزداد، فبالتالي إحساس بالألم يزيد، يعني ندخل في دويرة لا نهاية لها من الألم. بالنسبة للجواب على السؤال اللي هي شيء الطرق العلاجية للمشاكل هذه، أولا نتأكد أن الشخص اللي عنده ألم في المفصل ما له أي علاقة بمشكلة طبية، لأنه لو في مشكلة طبية ما نقول أبدا أنه الألم ناتج من الحالة النفسية، ولكن الحالة النفسية لها دور في تضخيم شعور الإنسان بالألم. فرقم واحد نحاول نرفع من معنوية المريض دائما. الشخص اللي اللي معنويته عالية جدا، سواء سوى عملية، عنده مرض مزمن، عنده مثلا إصابة، وفيات، دائما الشخص اللي تكون مناعته معنويته عالية جدا، تكون قدرته على تقبل الألم وتحمل الألم تكون عالية. فنحاول دائما ندعم هذا الشيء عند الإنسان. طب دكتور، كيف أنا ممكن أعرف إذا أنا عندي التهاب في المفصل ولا لا، وأنا نفسيتي كويسة وسليمة، بس مثلا أنا كيف ممكن أعرف أنه أنا الألم اللي أنا حاسة فيه يكون التهاب في المفصل؟ طبعا إيش الأعراض؟ المفروض الشخص يراجع عند الطبيب. في عندنا أي مفصل في جسم الإنسان، ربي خلق المفاصل ليش؟ عشان الحركة. فمفصل الكوع مثلا في عندنا حجم معين للمفصل، وعندنا حركة معينة للمفصل. فالإنسان اللي عنده مشاكل في مفاصله ممكن يكون مفصل وارم، الحركة حقة المفصل تكون محدودة نوعا ما، أو تكون في نقاط ألم. فلما نكتشف أو نشوف أن المريض عنده هذه المشاكل، ننتقل نعمل أشعة تبين لها المفصل فيه مشاكل ولا لا، الأشعة العادية السينية تبين لنا مشاكل العظم. احتكاك أحيانا ممكن يكون، ممكن احتكاك أو التهابات عارضة في أغلب الأحوال. طيب إيش هو العلاج دكتور؟ يعني عملية جراحية أو أنه يعني تدخل جراحي ولا في أدوية؟ لا لا أبدا، إذا شخصنا المريض بأن عنده مشكلة بسبب الحالة، أنه الحالة النفسية هي مؤثرة، أيوة أبدا ما في دور للجراحة أبدا. ولكن نبدا نحول المريض الى طبيب نفسي، ما هو طبيب نفسي، على الاخصائي السلوكي والمعالج النفسي، لانه ما يعتبر مريض نفسي ولكن عنده اعراض. فنحوله على الشخص اللي ممكن يدردش يتكلم معاه، يحاول يوضح له انه جزء كبير ترى من الالام ممكن تتغلب منها عليها عن طريق قوه نفسيتك. طبعا في الناس الاطباء اللي يتابعوا مثل هذه الحالات، هم رقم واحد اطباء الروماتيزم، أيوه. رقم اثنين أطباء التخدير المتخصصين في الألم، رقم ثلاثة المعالجين النفسيين أو السلوكيين. فذول هذه الدائرة الثلاثية هم اللي يشوفوا مثل هذه الحالات. وطبعا طبيب الروماتيزم يبدأ بخيارات مسكنات الألم. المريض عنده ألم فلا بد أعطيه المسكنات، فما أعطي مسكنات جدا قوية، ولكن نبدأ المسكنات البسيطة حتى نخفف من مستوى الألم. الناحية الثانية، الناس اللي زي كذا يكون عند ربما يكون عندهم اكتئاب مزمن بسبب الألم اللي يشعروا فيه، فيكون من ضمن علاجاتهم اللي هي مضادات الاكتئاب. واللي يحدد هو طبيب النفسية، ما هو الطبيب العادي. يعني نحن كاستشاريين جراحة عظام نحاول نتأكد ان ما عندنا مشكلة عضوية، فبالتالي نحول المريض على الزملاء في التخصصات اللي ذكرناها. طيب دكتور نادر، حنرجع طبعا نكمل فقرتنا معك. مشاهدينا طالعين فاصل وراجعين. رجعنا لكم مشاهدينا ومكملين نفس الفقرة مع دكتور نادر. دكتور نادر، خليني أسألك عن المخاوف اللي ممكن تصير مع التوتر، مع الأمراض النفسية. خلينا نقول نفسية، يعني مش نفسية أنه مرض فعلي نفسي مثلا، لكن تعصيب، توتر، الانزعاج من شيء في الحياة. إيش المخاوف اللي ممكن بعدين لا سمح الله ممكن تتطلب عملية جراحية؟ لا، هو إن شاء الله المشاكل النفسية ما تؤدي إلى تدخل جراحي، ولكن تخلي الإنسان يوصل لمرحلة من الاكتئاب المزمن. يا ساتر. والإنسان نعم، الألم الدائم أحد أهم علاجات الألم المزمن هو أدوية الاكتئاب زي ما تكلمنا قبل شوية. فإذا دخلنا في دائرة الاكتئاب يصير، يعني أنتم تعرفوا تفاصيل كثيرة عن الاكتئاب ومشاكله وتأثيره على الإنسان ونتائج التحسن. حتى لو سوينا عمليات جراحية ممتازة وأعطينا المريض أفضل الأدوية، ومع ذلك ممكن الاكتئاب يخلي النتيجة. طب معليش بس عشان يكون كل شيء واضح بالنسبة لي، يعني انفجعت، لأن الحين إذا في ألم خاص بالمفاصل بالعظام والشخص ساكت عنه لأنه نفسي مثلا، هذا ممكن يوصل للاكتئاب؟ لا، نعم، الألام المزمنة زي مرض الروماتيزمية بصفة عامة، مرض بهجت الأمراض الروماتويد وغيره، هذه كلها تؤدي على المدى الطويل إلى اكتئاب مزمن، لأن الآلام
ما يمكن علاجها بطريقة قطعية. طبعا نحن قلنا لو عفوا المقاطعة هي دويرة، الألم والاكتئاب، زاد الألم جاء الاكتئاب، جاء الاكتئاب زود الألم، فدويرة ما حننتهي منها. لا بد نكسرها. والله أنا مستأنسة دكتورة، من أحسن ما يكون يعني، بس إنه في ألم. خلاص نسوي لك عملية. يا ساتر لا. نسوي عملية. طيب دكتور كلمني إيش هي متلازمة الألم؟ طيب مهمة جدا اللي هم إحنا نسميها الفايبرومايالجيا، هذه من أهم أسباب زيارات عيادات العظام وعيادات النفسية. إلا لهم عند مشاكل في المفاصل وكذلك عيادة الألم وعيادة الروماتيزمية. شخص يشكي من ألم مزمن في مفاصله، ألم في العضلات، اكتئاب، مشاكل في النوم، مشاكل في العلاقة مع الشريك إلى آخره، هذه كلها نحاول نفحص المريض ونشوف لاقي ما في أي مشكلة عضوية. في بعض الحالات يكون عندهم حتى أنه الجلد يبقع بطريقة ما لها تفسير، والمريض يقول لما نفسيتي بدأت تتعب بدأت تحصل فيها هذه المشاكل كلها. نفحص المريض ما نلاقي عندهم شيء. لكن هذه البقع إيش سببها عذرا؟ ما لها تفسير واضح. ما لها تفسير واضح. يعني نحن الطب ما هو قطعي. الطب يعتمد جزء كبير منه على تحليل بعض الظواهر. نقدر نجد لها معنى ونربطها مع بعض وممكن ما نلاقي المعنى. عشان كذا الطبيب دائما يقول غالبا. ما في قطعيات عندنا في الطب. ففي الغالب إنه مشاكل الرضوض اللي تحصل في جسم الإنسان نتيجة لهذه المشاكل النفسية هنا بسبب انعكاس الإنسان دائما المتوتر. نحن درسناها في كلية الطب سنة أولى، زي البسة. البسة إذا انحطت في موقف مخيف إيش تسوي؟ تبدأ تدخل في بعضها وتنخمش وشعرها يوقف. فهذه يسموها fight and flight. يعني البقع عذرا تقصد فيها الكدمات زي الكدمات اللي هي الليفيدو يا دكتور؟ اللي هي زي الليفيدو أو لا؟ ما أعرف الليفيدو. إيش الليفيدو؟ اللي هو التبقع. التبقع اللي هو برضو يكون ناتج من الأعراض لأمراض المناعة زي الفاسكولايتس وغيرها. صحيح. فيكون بتطلع زي بقع حمراء على الجسم اللي يسموها ليفيدو. صحيح. هو بلا شك إنه التغيرات في الجلد هذه لها تفسير. ولكن الفاسكولايتس وغيرها من الأمراض المناعية تأثر على الجسم كامل. فتلاقي جزء من الجلد طلعت أعراضه، المفاصل، العظام، العضلات وغيره. دكتور نادر بس معلش أنا استفسار، لأنه مثلا زي حمى البحر المتوسط وبهجت، هو ممكن يكون الإنسان سليم تماما بس نفسيته داون، تصيبوا هذه الأمراض صح؟ صحيح. يعني مو شرط أنه مثلا يكون له علاقة في الوراثة أو اكتسب شيء، لا، هي إنسان سليم نفسيته تعبت، جاته الأمراض دي بعدها حس بأمراض الآلام والمفاصل. صحيح. صح؟ صحيح. يعني ممكن نقول أنه جزء، ربما أنه جزء من الأمراض الروماتيزمية العامة في جسم الإنسان، وربما من قوسين كذلك أمراض السرطان لأنه جاني منها مناعي كبير، تكون بسبب النفسية المحبطة لفترة طويلة. هذا وارد. بس مره ثانيه نوصل الى 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 انه هذا الكلام ما هو قطعي. يعني ممكن يكون هذا الكلام صحيح وممكن يكون لا. دائما المعنويه العاليه سبب لشفاء وعلاج. صحيح. وتحسن اعراض الانسان. صحيح. ويحاول كذلك، يعني نصيحه انه ما يستغرق مع الالم. يحاول قدر المستطاع يبعد عن جو الالم. الاكتئاب يا جماعه زيه زي الكهرباء، تنتقل الى الاخرين. فالانسان اللي يقعد دائما مع ناس متضايقين مكتئبين عندهم الام ترى بيحس بالألم وممكن يفكر فيها. دكتور أنا أبغاك تشرح لنا بشكل أوسع، أبغاك تأخذ راحتك. قول لنا بالضبط، لأنه أنت خوفتني على نفسي. ليه؟ لأن أنا دائما متألمة. طيب دكتور معلش تسمح لي أسألك كمان في البداية، يعني نعرف إنه أكثر الزيارات اللي كمان كثير من الناس اللي بيترددوا للعيادات الآلام المفاصل والعظام، اللي هو ألام نهاية الظهر أو عفوا الظهر اللي هو احنا نسميه الأبهر. الأبهر نعم. فلو تشرح لنا عنها أكثر عشان يطمن. وبهجت مين بهجت؟ أنا خفت من بهجت. هذا مرض مناعي بس تبغى تطمنك احنا على موضوع ألام المفاصل عشان تطمني. طيب الأبهر أحد أهم الأسباب للألام المزمنة عند الناس، وهي عبارة عن ألام بين لوح الكتف ما بين العمود الفقري، يعني في الجزء الأعلى من الظهر. وهذه كثيرين من الناس يشتكوا منها، يقول ألم حاد، حتى حركة المفصل تكون جدا مؤلمة. مرة ثانية لابد أن نفحص المريض ونتأكد أن ما عندهم مشاكل. مثلا السيدات ما يكون عندهم جنف اللي هو تقوس في العمود الفقري حتى لو كان درجته خفيفة، نتأكد أن ما في مشاكل في الكتف في الأعصاب وفي غيره، ما في مشاكل احتكاك في الرقبة. أغلب الناس ما عندهم هذه المشاكل، ولكن لما نيجي نبدأ نتكلم في التاريخ المرضي لاقي أن عندهم سلوكيات خاطئة يسووها لفترة طويلة. زي يتكلم في التليفون فترة طويلة، تشيل البيبي،
الترضع الأربع خمسة ستة ساعات بدون ما قاعدين على طاولة قدام التلفزيون الفترة طويلة، مسكوا الكمبيوتر مثلا، يعني طريقة نوم غلط، طريقة النوم الغلط صحيح، ثمانية ساعات قاعدة على في المكاتب لفترات طويلة من غير فترات راحة، هذه تسبب شد عضلي مزمن في مفاصل الطرف العلوي اللي هي مفاصل الكتف. ممكن تكون فوق في الكتف شوية، فوق في الكتف شوية تحت، بس في النهاية نقاط ألم جدا حادة كأنها سكاكين عند بعض الناس. صحيح. طب دكتور، نفس الألم نفس المكان تحت يعني منص الظهر، يعني أسفل الظهر، هذا إيش بالضبط؟ يعني التراساوند، شو اسمه الثاني اللي تدخل في الجهاز، تسوي كل حاجه وتلاقي يعني اوقات الدكتور يقول لك العمود الفقري مره ممتاز، اصلا احسن من عمودي الفقري كده، ردت فعل الدكتور، بس انه ايش الالم ده؟ هذا هو انه يعني في الم ما تعرف اصلا ايش اسبابه. صحيح. نحن الان لما تكلمنا عن السيناريو اللي قلناه اللي هو الابهر، هذا كمثال رائع جدا للمشاكل النفسيه اللي تؤثر على جسم الانسان. الابهر ما في اي تشخيص له، يعني ما في، لو حتى في كتب الطب زملائنا في العلاج الطبيعي ما في مرض اسمه الأبهر. الأبهر هو عبارة عن شريان كبير طالع من القلب يغذي جسم الإنسان، الأبهر. ولكن إيش علاقة اسم الأبهر بهذا الألم؟ ما في علاقة، مجرد تسمية شائعة، هذا الاسم العامي بين الناس. حتى ما لو رحنا لأي طبيب ممكن يشخصه بتقلصات عضلية، والعلاج العلاج الطبيعي ومسكنات. وفي الواقع أنه نحن ما حلينا المشكلة، لأنه السبب لابد من حل أي مشكلة هو التشخيص الصحيح ومن ثم العلاج الصحيح. فالتشخيص الصحيح عرفنا أنه شد عضلي مزمن اللي هو الأبهر بين قوسين. العلاج رقم واحد تغيير السلوكيات. إذا ما غيرنا السلوكيات، أنا من اتصال في التلفون فترة طويلة، قاعد على الكمبيوتر فترة طويلة، السيدة تشيل البيبي حقها، شخص يسوق سيارة فترة طويلة، أو دكتور طب ممكن السؤال ما مو احتمال يكون كمان السبب زيادة في الوزن؟ أكيد تلعب دور. لا بس زيادة الوزن ما هي شيء نفسي، يعني نحن بنركز، كنت بركز عن الآلام النفسية في المفاصل، ولكن بلا شك زيادة الوزن هذه زيادة ميكانيكية تؤثر على المفاصل وعلى العضلات. دائما أشبه جسم الإنسان عشان نتخيله بسيارة، فالسيارة كفراتها كفرات السيارة ورجول الإنسان، لو كانت السيارة كبيرة كفرات صغيرة إيش اللي حيصير فيها؟ طب لو صغرت السيارة وتثير على الكفرات. فنفس الشيء ميكانيكية جسم الإنسان، مفاصل قدم، عضلات، عظام إلى آخره، كل ما كان الوزن اللي عليها أقل كل ما كان المجهود والضغط اللي تتحمله العظمة والمفصلة والعضلة يكون أقل وتأثيره يكون أقل. سؤال يعني معلش أخير بالنسبة لي، والله يا جماعة أنا آسفة، لكن سلوكيات خاطئة في النوم ممكن تكون بتحصل؟ بلا شك، يعني هذه ممكن شخص متخصص في الصحة، الإنسان ينام عشان يرتاح، في ناس بتنام بتقوم تعبانة، بس المخدة بعدين والمرتبة المخدة المرتبة، بعض الناس طريقة نومه يكون دائما داخل غلط. يعني العجيب دائما أقول الشخص اللي يشتكي من آلام مزمنة، تخيل نفسك حاطط على نفسك كاميرا تصورك خلال الأسبوع كل تفاصيل حياتك، حنلاقي في كثير من سلوكياتنا خطأ، طريقة نومتنا، جلستنا، طلوعنا من الدرج لما نبغى نجلس عشان ناكل، طريقة أكلنا، كلامنا مع الناس. فحنلاقي أنه بالفعل سلوكيات كثيرة ما هي صحية، ما هي طبيعية، ناتجة من اللاوعي، نسوي طريقة تلقائية، شفنا ناس يسووها وسويناها. عشان كذا مرة ثانية نرجع يعني في زي الزبدة حقة الكلام، أنه لابد على الإنسان أنه يتأكد من الأسباب، يحاول يفكر أكثر إيش هي مسببات الألم المزمن اللي عنده، يحاول يفهم نفسه. إذا ما فهم الشخص نفسه ما حقدر يوضح للطبيب أو لأخصائي إيش مشكلته. ثاني شيء يحاول يساعد الطبيب أو الأخصائي عشان يوصل إلى نتيجة، طبعاً تغيير السلوك بلا شك. يعني يا دكتور نادر كناني شكرا جزيلا لتواجدك معنا اليوم، أنا طلعت مو عارفة نفسي مو فاهمة نفسي يا دكتور، أنا لازم لي زيارة والله، أنا خايف أني خوفتك بزيادة، والله خوفت للأمانة دكتور، يعني أنا أحتاج أنه أسوي تشيك أب في أسرع وقت ممكن، لأنه ظاهر نفسيتي تعبانة وأنا ما أدري. دكتور نادر كناني استشاري جراحة عظام بمستشفى الحرس الوطني، شكرا لتواجدك معنا. شكرا لك. مشاهدينا نطلع فاصل. خذ كلامي وخلي بالك، خلي بالك يا حبيبي وفي تقرير خاص مع زميلتنا غالية أمين نتعرف على المصمم الإماراتي عبد الله بالجعفر. حبيبي
وسهلا بكم مشاهدينا في فقرة الفاشن من برنامج سيدتي. اليوم حنتعرف على مصمم إماراتي جمع ما بين الهندسة المعمارية وتصميم المجوهرات، وهو المصمم عبد الله بالجافلة. خلونا نتعرف عليه أكثر. هلا عبد الله، حابة أرحب فيك فقرة الفاشن في برنامج سيدتي، وأنت صاحب علامة جافلة. نعم. قل لي عن التصاميم اللي تسويها. الله يخليك. في خلال دبي، أسبوع دبي للتصميم، أطلقنا مجموعة براق. براق مستوحاة من الذهب العربي. مشغلنا في سوق الذهب، وكل ما أروح المشغل يعني ما شاء الله المحلات الذهب العربي كثيرة. عندنا like piles and piles of الذهب العربي، مش منسق، ما يناسب المرأة العصرية. فحبينا نبرز الذهب العربي بطريقة مميزة وبسيطة، فدرسنا الموتيفس للذهب العربي، وهذه اسمهم الخاتم الشاهد، وسويناها بطريقة عصرية. وحتى the technique that we've used استعملنا البولش from the top is يعني high gloss polish، والكونتراست من from the back is matte. وعندكم عندك كمان مجموعات مرة كثيرة، هذه سابع مجموعة. هذه سابع actually this is our sixth collection. طيب. وعندنا سابع collection اسمها المرسى. الأفكار ومن فين تستوحي أفكار كل مجموعة؟ لأن كل مجموعة عندها اسم غير. حتى. كل اسم غير. شريكي في الشركة حمد بن شيبان من مدينة العين، وما شاء الله دائما يقول لي قصص أهله وجده وجدته، فيعني I get inspired من الحضارة اللي في الخليج. يعني تأخذ من التراث العربي وتخليه أكثر للمرأة العصرية. العربي نعم. يعني السيدة تقدر تلبسها وتكون مبسوطة، مو أشياء تقيلة زي ذهب تقيل. نعم. yeah. ومش بس المرأة العربية، بس احنا حبينا نبرز الشخصية الخليجية للعالم كله. ومن فين تستوحي الألوان اللي تستخدمها في الجولري؟ بس تستخدم ذهب ولا تشتغل مع other materials؟ نستعمل احنا ذهب، تيتانيوم، بلاتينوم، بس all يعني في الديفلوبمنت فيز. ودايموندز كمان. ودايموندز وجيمستونز يعني. وي هاف انترناشونال يعني سبلايرز. والمجموعة اللي شاركت فيها هنا، ليه اخترت هذه المجموعة بالذات؟ يعني من أحلى المجموعات عندي، وحبينا نبرزها في أسبوع دبي للتصميم، فتشاركنا مع عبدالله الملا وبنينا الانستليشن. قل لي عن الشراكة بينكم، كيف بدأت الأفكار؟ من فين جبتوها؟ أنا عبدالله كان بديت أصمم product designs وفرنتشر، وهي was doing his office، فطلب مني ان اسوي اصمم له فرنتشر فور ذا اوفيس. سو وي ستارتد كولابوريتنج اند ديزايننج كاستم فرنتشر فور هيم، وفروم ذات اي جس يعني وي ستارتد نوتيسينج ذا سيميلاريتيز بتوين ذا ديزاينز اند ذا واي وي ثينك، وي كولابوريت ان ذس بروجكت. وهذا الستراكشر ايش حتسوي فيه بعد دبي ديزاين ويك؟ وي ار بلانينج تو انجيج ديفرنت ورك شوبس اند كيپ ات الايف ديورينج دبي ديزاين ويك اند افتر. على أي أساس تختاروا كل قطعة؟ يعني أنا أشوف في كولكشنز يكون فيها سلاسل أو خواتم أكثر. نعم، it depends actually على الاستيحاء من الكولكشن. يعني مع مجموعة المرسى كان عندنا لك focused أكثر شيء على الإيرز، الإير كافز. أيوه. حبينا شيء يكون مودرن وأجي في نفس الوقت. حلو. أنا لابسة دحين تشوكر من عدة. نعم. عادة التشوكرز مرة يضايقوا، يعني تحسهم بيخنقوا، هذه ماني حاسة فيها أصلاً. It's very light and delicate. بعد حتى التكنيك of the حركة is very flexible. المرأة اللي تلبس تصميم قافلة؟ الانترناشنال، العالم، المرأة العالمية، يا خليجية أو أجنبية أو تشاينيز بعد. We have good Chinese clients. عمرك فكرت تسوي مجموعة للرجال؟ عندنا ونسوي مثل البزم، خواتم دبل بعد. وإيش مشاريعك الجديدة؟ إن شاء الله you'll see يعني in the future we're looking to expand our collections and collaborations. فبيشتغل مع fashion designers, product designers، وننمي المجتمع اللي احنا فيه. حلو. طبعا انا جدا سعيده انك استضفتك اليوم في برنامج سيدتي. الله يخليك. حلو تشوف كذا اشياء تراديشنال فيها تويست. الشرف لنا. الله يخليك. شكرا. وعودة لكم زميلاتي في استوديو سيدتي. حبه حبه يا حبه.
طبعا شكرا غالي على هذا التقرير. مشاهدينا نحب نذكركم ان اليوم هو افتتاح اكاديمية نظرة، وهي اول اكاديمية سعودية متخصصة في مجال الجمال والتجميل، تتبع اساليب تدريبية متقدمة حتى تخرج الكثير من المحترفات جاهزات في عالم التجميل. واليوم اكيد سيدتي راح نروح في تغطية خاصة، واكيد بكرة حنزودكم بباقي التفاصيل. يعني انا بما اني شفت هذا المنظر انا اكيد رايحة. كل التوفيق إن شاء الله ليهم. مشاهدينا بكده وصلنا لختام فقراتنا لليوم، نشوفكم بكرة في حفظ الله.